The rise of violent extremism is among the most significant threats in the world today, and Morocco, unfortunately, is not exempt from this danger. Although many efforts undertaken by the kingdom to combat this scourge have proven successful, it was clear that this was only part of the solution. To be effective, the fight against violent extremism must start at the source. We must prevent indoctrination rather than combat its consequences. And the prison environment was quickly identified as fertile ground for the propagation of these radical doctrines. بالنسبة للمتطرف فهو يعني كينظر للسجل الحق العام كساجين، يعني يمكن نقول أنه مرتد، كيحاول باش يعطيه معنى للدولة الإسلامية، لدولة الحق، دولة القانون. This is the reason why the Peer Educators Program was launched in 2016 in order to efficiently fight this rise of violent extremism in prisons. هذا التكوين كيجي في إطار مشروع دعم إصلاح المنظومة السجنية من أجل إعادة إدماج اجتماعي جيد اللي كيتم بشراكة كتجمع ما بين المندوبية العامة لإدارة السجون ورابطة المحمدية للعلماء وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان. المشروع بدأ منذ سنة 2017 كيهدف لتكوين مثقفين مدراء نزلاء اللي غيشتغلوا على الوقاية الساكنة السجنية من التطرف العنيف ومن الاستقطاب اللي ممكن أنهم يتعرضوا له داخل المؤسسات السجنية. باش كتعطي معلومة لواحد الإنسان اللي نفس لاج ديالك ولا نفس المستوى المعيشي ديالك ولا الدراسي ديالك كتكون أسهل. غنمني وجبد غنتقبل واحد النصيحة بصديقة ديالي حسن ما تقبلها من جداتي، غنعتبرها واحد المرأة اللي أفكارها قديمة. يعني هذه طريقة مثلى تستقيف بالنظير أنه يتواصل بشكل سلس ولين مع هذاك الإنسان اللي عنده حامل ديك الأفكار المتطرفة، أحسن من مؤطر ولا من مسؤول في المؤسسة السجنية ولا مسؤول في شي مؤسسة. هذا اللقاء اللي كتشوفوه الآن هو لقاء كيهتم بتكوين مكونين اللي هما علماء وسطاء من الرابطة المحمدية للعلماء وموظفون ديال المندوبية العامة لإدارة السجون وعيادة الإدماج. الآن تنكونوا في مجموعة من المعارف، مجموعة من المهارات، مجموعة من التقنيات، وبالتالي هما غادي ينتقيوا بناء على مجموعة من المعايير غادي ينتقيوا 40 مثقف نظير. يعني اللي كنقول مثقف نظير أي ينتقون من بين السجناء داخل هذه المؤسسات السجنية الستة، غيتم انتقاء 40 سجين اللي غادي فيما بعد هما اللي غادي يهتموا بتمنيع وبتحسيس باقي السجناء. In several prisons in Morocco, the ulamas of the Rabita Mohammedia of Ulamas provided training for the DGAPR staff. This training was aimed at enabling the staff to support and train future peer educators. الشبكات اللي كتبغي تريكريتي كما قلنا كتشوف احباطات ومكامن الهشاشه ونقاط الضعف باش كتدخل لك وكتبقى توهمك بانها تعطيك بديل ديال رابط اجتماعي جديد. اول حاجه اللي تعلمت في الدوره بعدا على الاقل عرفنا شنو هو التطرف، بعدا عرفنا بعدا من خلال الفيديوهات والصور وكيفاش كيؤدي للارهاب. التطرف ما بقاش غير على واحد الفئه معينه ولا مكان، يعني جميع الفئات مستهدفه وفي اي مكان كتلقى يقدر يكون هذا المتطرف مهندس، طبيب، يقدر يكون انسان عادي. The training of prison guards is essential to the success of the peer educator program. But the real key to its success lies in the training of peer educators. Their selection is therefore a crucial part of the program prior to any training.
يتم اختيار سجناء المثقفين النظراء بعناية. أهم معيار هو قدرة تأثيره على السجناء الآخرين، حسن سيرته داخل الأحياء السجنية، وكذلك درجة استماع السجناء له. Once their training is completed, the prison guards select 10 individuals among the prisoners who will potentially become peer educators. بناء على واحد كيعطيك واحد مقدمات كتعرفوا راه واصل، راه الهدف ديالو هو انه داك الطريق المتطرف. هنايا كيكون التدخل ديالكم نتوما اسهل، علاش؟ حيت نتوما عايشين مع داك الناس. دونك هاد الدورة التكوينية كانت للتعريف بظاهرة الإرهاب والفرق اللي كاين بينها وبين التطرف العنيف، وكذلك شفنا الأمور اللي كتعلق بطرق الاستقطاب داخل الفضاءات السجنية والوقاية منها، كيفاش الإنسان كنزيل يمكن ليه يتوفق بأنه يبعد من هاد طرق الاستقطاب ويحاول أنه يبعد من الناس اللي كيروجوا لهاد الأفكار التهديمية داخل الفضاء السجني وبالتالي داخل المجتمع. كانت دراسة الواقع يعني تيود دامباكت التي قام بها مكتب دراسات من دولة أجنبية. نحن نقوم بتتبع، نقوم بتقويم، ولكن تبقى دائما نظرة داخلية. ولذلك ارتأت المندوبية العامة لإدارة السجون وعيادة الإدماج والرابطة المحمدية للعلماء وبرنامج المتحدة الإنمائي أن تكون هناك نظرة خارجية تطلع بها مكتب دراسات في اسطنبول، وقد أعطى مجموعة من الانطباعات التي أبانت على أن المسار الذي نسير فيه في إطار مقاربة التثقيف النظير داخل المؤسسات السجنية يعني أعطى أكله. ومن ثم جاءت هذه المرحلة الثالثة لدعم هذا المسار بزيادة 6 سجون أخرى. استفد من البرنامج منذ بدايته ما يفوق 35 ألف سجين موزعين في 22 مؤسسة سجنية. الآن نحن على مشارف بداية المرحلة الثالثة، انضم المشروع 40 موظف من 6 مؤسسات سجنية جديدة، واللي غادي يواكبوا العمل واستمرارية العمل في المؤسسات السجنية بالمملكة. In 2021, the Peer Educators Program entered its 5th year of existence, but had to face a major challenge, a global pandemic. But this constantly evolving program was capable of tackling the COVID-19 crisis, especially through the introduction of distance learning. هذه الدورة كتجي في إطار حضوري بعد ما قمنا بواحد الدورة سابقة عن بعد، يعني بحكم ان الحاله الوبائيه اللي كتعرف المملكه وكيعرفها العالم كامل، فاضطرينا باش اننا نديروا واحد دوره عن بعد تلقينا فيها المبادئ الاوليه ديال التثقيف بالنظير. والارهاب شق تطبيقي ميداني للتطرف. بكنت كلمه الإرهاب ناتج عن التطرف، ما كنت إرهابيا إلا لأنني متطرف، وقد أكون متطرفا وغير إرهابي، ولكن إذا تنامى في نفسي التطرف وأصبح قويا جدا نمى لدي قدرة سلوكية أخرى على مستوى الفعل، فتحول الفكر إلى فعل وتترجم في فعل فأصبح تطبيقيا، إذا أصبح سلوك ميداني. النجاح ديال هذا المشروع عرف صدى كبير على مستوى الدول العربية والإفريقية، بحيث أنه في أي محفل كيتم فيه عرض هذه التجربة وهذه الشراكة، الدول الإفريقية والدول العربية كتعرب على الرغبة ديالهم أنها تستفد من هذه التجربة وأنها تطبق هذه الاستراتيجية عندهم في الدول ديالهم. التثقيف النظير يجعل مني واحد الإنسان أنني نكون إنسان مزيان بعدا
نحضن الناس اللي ما كنتش كنحضنهم، نجلس مع الناس اللي ما كنتش كنجلس معاهم، نتكلم معاهم، نصنط للناس ما كنتش كنصنط لهم. غير لي الحياه ديالي بصفه عامه، يعني انا تغيرت جذريا بهذا البرنامج هذا.